السوق كله تأثر بالمنتج الجديد، مبيعات، جودة. لا 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 لا، الموضوع بقى في حتة تانية خالص، الموضوع كبر مننا قوي، المنتج ده ملوش منافس. نتائج، كل حاجة بتقول مفيش زي المنتج ده. شايف، شايف النتائج، حاجة إبهار. المعنويات في السماء، والحالة العامة اختلفت خالص بعد المنتج ده. الشكل نفسه جديد، انت بجد مش مستوعب العظمة. منتج الطب ده يا باشا حاجة ايه ما حصلتش قبل كده، بروتين، طاقة، انزيمات، منشطات نمو وروافع مناعة، حاجة كده ايه وان، جودة وكفاءة وتحويلات ما حصلتش قبل كده. شقارة الطب في الميكس، طفرة في عالم العلف.